تقدم نقيب المحامين بالتهنئة إلى فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة الذكرى 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة. شارك نقيب المحامين في احتفالية تكريم المتفوقين من أبناء السادة المحامين بالنقابة الأسكندرية، وأكد أن الفساد لن يعود مرة أخرى إلى نقابة المحامين. نقيب المحامين يصدر إيضاحاً بشأن ما أثير مؤخراً حول استخراج كرنيهات أندية المحامين. رئيس اتحاد المحامين العرب يتقدم بخالص العزاء لأسر شهداء فلسطين، ويؤكد على دعمه ومساندته لنضال الشعب الفلسطيني الباسل. نقابة المحامين المصريين تدعم أعمال المقاومة الفلسطينية وتدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، ورئيس اتحاد المحامين العرب يدعو لاجتماع طارئ. أعلنت نقابة المحامين عن استمرار تلقي طلبات استخراج كرنيهات الأندية لأسر المحامين في جميع أندية النقابة على مستوى الجمهورية، وذلك حتى 30 من يونيو لعام 2024. النقابة العامة للمحامين تعقد جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 من أكتوبر الجاري. محكمة جنوب القاهرة تختر نقابة المحامين بكشوف توزيع العمل للعام القضائي الجديد.